دي الرابط بين مناطق سيدي قاسم والملسين والروضة وباردو والبرتال ومنوبة والقبعة، وتحاولوا تبعدوا مسافة ما تقلش على 3 متر على الخطوط الحديدية اللي ولات مكهربة، وتتفاداوا المرور العشوائي باستعمال الممرات المخصصة للمترجلين. مع إغفير الحياة أسهل. إشهار إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر. الواحدة ظهرا هنا في تونس، الثالثة بعد الظهر بتوقيت غزة. من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار. 24% نسبة انخفاض حوادث المرور خلال السداس الأول من السنة الجارية، ولأول مرة أحداث استراتيجية وطنية لسلامة المرور. إطلاق دليل الممارسات الفضلى في التعاطي مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد مصطلح ذوي الإعاقة لتوصيف هذه الفئة. مدينة العلوم تحتضن مساء اليوم تظاهرة ليلة النجوم في دورتها 21. وفي العالم، محكمة العدل الدولية تصدر اليوم رأيها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والحوثيون يعلنون استهداف تل أبيب اليوم بطائرات مسيرة. إلى التفاصيل. أفادت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلة العبروجي في تصريح للأخبار بأن الهيئة صادقت على تنقيح القرار عدد 8 لسنة 2018 المتعلق بالقواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الفترة الانتخابية لرئاسية 2024، والتي انطلقت يوم 14 من جويلية الجاري لتتواصل إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية. احنا نقولوا فما موانع وفما ضوابط وقواعد راهي تهم فترة الحملة بفضل هي 20 يوم وفترة ما قبل الحملة والفترة الانتخابية التي انطلقت منذ 14 جويلية الجاري إلى حين الإعلان النهائي عن النتائج النهائية. فما قواعد يتقيدوا بها وسائل الإعلام الكل بما فيها وسائل الإعلام الأجنبية، زادة فما 3 حاجات ممنوعين اللي هما نشر وبث نتائج تبر الآراء وكذلك التداول فيها، منع الإشهار السياسي، منع تخصيص مركز نداء أو موزع صوتي أو رقم هاتف مجاني لأحد المترشحين، إلى جانب مراقبة الفضاء العام بطبيعة منصات التواصل الاجتماعي. هل فما مخالفات أم زاد نقول شبهات جرائم ترتقي إلى جرائم؟ المركز متاعنا تعرف هو يعاين ويشوف مخالفات هذه والجرائم منظمها القانون الانتخابي. المجلة الجزائية هي زادة تنظم كل ما هو قذف، تشويه، إساءة إلى موظف عمومي، إساءة إلى أحد المترشحين، والنيابة العمومية والقضاء هو الفيصل. عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلة العبروجي أكدت أن الهيئة تعمل على دراسة عديد الإجراءات لتسهيل وتمكين كل التونسيين بالخارج من التصويت في أحسن الظروف. مش نحطوا إمكانية تصويت تونسيين بالخارج من أي مركز يعني في أي بلد، أو حتى يكون مثلا تونسي هو مشي كسائح ولا متواجد بصفة يعني وقتية بالخارج في بلد ما ينجم. الإمكانية هذه ندرسوا فيها باش نحطوا الضمانات الكل بطبيعة، باش نحطوا نحن المنظومة باش هكاكا معناه يسهلوا مراقبتها ويسهل كذلك الولوج إلى التطبيقة هذه. أي واحد تونسي مسجل بالخارج عندما يقترع من أي مركز معناها متاع اقتراع بطبيعة باش يتمحم المركز متاعو الأصلي. هذه كل يعني في إطار الاستعدادات، هذه الكل نقفوا عليهم باش نحطوا الضمانات القانونية الكافية. سجلت حوادث المرور خلال السداس الأول من السنة الحالية انخفاضاً قدر بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، وفق المرصد الوطني للمرور الذي أعد لأول مرة استراتيجية وطنية لسلامة المرور. التفاصيل في الورقة التالية لسمية الفرجاني.
كل المؤشرات المتعلقة بحوادث المرور إيجابية عدا الدراجات النارية وتسجيل 512 قتيلا جراء حوادث الطرقات، وفق ما أكده للأخبار مدير مكتب تنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور العميد شمس الدين العدواني. 24% انخفاض في عدد الحوادث، 22% انخفاض في عدد الجرحى، و10% انخفاض في عدد القتلى. 10 أيام الأولى في جويلية 30% انخفاض، في السداسي الأول 512 قتيل بفارق 63 على نفس الفترة من السنة الماضية. عدد الجرحى 3266 بانخفاض قريب 1931. أهم أسباب الحوادث السهو وعدم الانتباه، اللي يدخل فيه التعب، يدخل فيه استعمال الهاتف الجوال، برفوا السياقة تحت تأثير حالة كحولية ربما ما تراهاش، 986 حادث وخلفتنا 134 قتيل، والسرعة 387 حادث، أقل الحوادث لكن أكثر قتلى 173 قتيل. العميد شمس الدين العدواني تحدث عن استراتيجية وطنية لسلامة المرور تم إحداثها لأول مرة، هدفها الأساسي سلامة مستعمل الطريق، وتضم 5 محاور، أولها البنية التحتية والطرقات الآمنة. المحور الثاني عربات الآمنة، المحور الثالث سلوكيات مستعملي الطريق، الرابع تدخلات ما بعد الحادث، والمحور الخامس هي السرعة. تخلينا على مصطلح العطلة الآمنة تبع لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية اللي تحدث على طرقات آمنة على طيلة السنة. الخطة الاتصالية فيها أهداف واضحة على الميدان، الجانب الزجري يقوموا به مختلف الوحدات الأمنية. بالنسبة للجانب التوعوي نخدم مع الإذاعات الوطنية والمحلية، كل جهة حسب الخصوصيات متاعها، على مستوى المدارس ورياض الأطفال، الحملات التدريبية سواق الدراجات النارية في تونس. وبحسب المرصد الوطني لسلامة المرور فإن الرجال يرتكبون الحوادث في الطرقات أكثر من النساء. نظراً للضغط الكبير الذي تعرفه بطاحات الجرف أجيم التي تؤمن مرور السيارات والحافلات إلى جزيرة جربة، دعت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بمدنين القاصدين أو المغادرين للجزيرة عبر البطاحات إلى استعمال الطريق السيارة إلى حدود محول مدخل مدنين، ومن ثم اتباع الطريق الوطني رقم 1 باتجاه جرجيس ثم جزيرة جربة عبر الطريق الجهوية رقم 117. ويأتي البلاغ بهدف تفادي الاكتظاظ وطول الانتظار بالنظر إلى الضغط الكبير على البطاحات التي تؤمن مرور السيارات والحافلات من وإلى جزيرة جربة بين الجرف وأجيم بمناسبة الموسم الصيفي والسياحي والعطل الصيفية، وخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع. أطلقت منظمة اليونسكو بالتعاون مع الحكومة التونسية اليوم دليل الممارسات الفضلة في التعاطي مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف ضمان نفاذهم إلى المعلومة وتعامل أمثل لوسائل الإعلام معهم. كما تم بالمناسبة إعلان الائتلاف الوطني من أجل تعزيز نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وسائل الإعلام ومن أجل إعلام دامج في خدمة قضايا الإعاقة. منسق برامج الإعلام والاتصال وبرامج العلوم الاجتماعية بمكتب اليونسكو بتونس ناجي البغوري أوضح في تصريح لنجاة حسن أنه تم التنصيص في هذا الدليل على اعتماد مصطلح ذوي الإعاقة في توصيف هذه الفئة. في إطار برنامج ضمان نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة للحقوق والخدمات، هناك قوانين متقدمة في تونس ولكن الواقع مازال لم يواكب تقدم القوانين. نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى إعلام وتعاطي إعلامي جيد مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وقامت اليونسكو بدراسة، أثبت الدراسة أنه هناك كثير من الانتهاكات ضد هذه الفئة، التناول النمطي، التناول الذي يمس من الكرامة، هناك فوضى في التسميات وفوضى في المصطلحات. البعض يقول أشخاص ذوي الإعاقة، البعض يقول ذوي الهمم، البعض يقول ذوي الاحتياجات الخصوصية، البعض يقول المعاقين بشكل الخاص. فجاء هذا الدليل ليضع حد لهذه الفوضى. دخلت فيه عديد الأطراف مع الصحافة علوم الأخبار ونقابة الوطنيين الصحفي التونسيين، لايكا، المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين، وتم يعني تكليف خبراء كيفاش أنه أول شيء نضع مصطلحات تلتزم بمعايير حقوق الإنسان وفق الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة، هذا أولا. ثانيا هو أنه كيف نضع طريقة للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ودائما الهدف هو أنه نفاذ هؤلاء الأشخاص لحقهم في المعلومة. وثاني شيء تعامل منصف يستند إلى حقوق الإنسان من وسائل الإعلام.
واعتبر المدير بالإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بالهيئة العامة للشؤون الاجتماعية ثامر التكابري اعتبر هذا الدليل دعما للقوانين ومكملا لمجهودات الدولة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة. الأهمية متاعه حتى حد ما يشكك في أنه لابد اليوم من وسيلة للاتصال والتواصل مع الأشخاص هذوما، لأنه البرامج متعددة، السياسات متعددة، القوانين متعددة، لكن يبقى ديما مبتورة من عملية التواصل مع العباد هذوما ومن عملية تعميم المعلومة للناس هذه. فمشروع كيف هذا نعتبره مشروع رائد ومهم مكمل لكل المجهودات اللي تقوم بها سواء الدولة وإلا المجتمع المدني وإلا غيرها. وسائل الإعلام اليوم ووسائل الاتصال مهمة جدا، لأنه نعرف إلي اليوم عصر المعلومة وعصر التواصل. وزارة الشؤون الاجتماعية هي الشريك الرئيسي في هذا المشروع، وفي كل ما يتعلق بالإعاقة كانت وزارة الشؤون الاجتماعية هي البوابة لكل الخدمات، فأكيد هي البوابة الرئيسية لهذا المشروع. التعاطي معه باش يكون طبعا كالتعاطي مع كل المشاكل اللي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة، باش يكون على مستوى التنسيق مع بقية الهيكل، على مستوى التنسيق مع وسائل الإعلام. هذا شيء يهمنا برشا، لأن احنا اليوم في نظرة جديدة للخدمات المقدمة سواء للمواطن أو لشخص الإعاقة، تعتمد أساسا على الاتصال والتواصل. أفاد الرئيس المدير العام لديوان مساكن أعوان وموظف وزارة التربية جمال العبعاب في تصريح للأخبار، أفاد بأن الديوان أعد برامج على المدى القريب والبعيد بمختلف ولايات الجمهورية لتوفير مساكن ومقاسم عقارية بأسعار مناسبة لفائدة منظور وزارة التربية. ديوان مساكن عوان وزارة التربية هو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، من أهم النشاطات نتاعه هو إحداث مجامع سكنية لفائدة أعوان وموظفي وزارة التربية بغاية تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية لتحفيزهم على مزيد البذل والعطاء وضمان استقرارهم العائلي والاجتماعي. بالنسبة للمشاريع الحالية والجارية، هي عندنا مشروع بناء مجمع سكني بحملم، مشروع بناء عمارة سكنية بحي الغزالة، مشروع تقسيم أرض الديوان بسيدي حسين تجومي، مشروع تقسيم أرض الديوان برواد، مشروع تقسيم أرض ديوان بولاية باجة، مشروع تقسيم أرض الديوان بجهة رادس، ثم برنامج على المدى البعيد، مشروع بناء مجمع سكني بنابل، عمارة سكنية بباجة، مشروع بناء عمارة سكنية برادس بالسجومي برواد الشاطئ، برنامج نتاع مشروع في جهة قابس ومشروع في جهة مدنين إن شاء الله. توجه الوزارة توجه اجتماعي تضامني باش نوفروا احنا مساكن بأقل كلفة. ديوان المساكن هو ما عندوش صبغة ربحية. تنظم مدينة العلوم بالعاصمة اليوم تظاهرة علمية بعنوان ليلة النجوم في دورتها 21، وتتضمن عديد المحاضرات العلمية والاستكشافات للكواكب عبر التلسكوبات، إضافة إلى تنظيم معارض علمية في الهواء الطلق، وفق ما أفادت به للأخبار المديرة العلمية بمدينة العلوم نجوى باي. الدورة 21 من ليلة النجوم موجهة لكل المجتمع، دورة باش تكون بالتعاون مع الجمعيات والشركاء لمدينة العلوم الوطنيين والدوليين، منهم يونيفرسيانس بباريس ومدينة الفضاء بتولوز. البرنامج باش يكون محاضرات باش نحكيوا على العواصف الشمسية اللي باش يقدمها الدكتور محمد شوكت عودة من الإمارات، ثم كذلك على الأرض كما علم الريخ، الحقيقة تكمن في الصخر، باش يقدم هنا محمد السوسي من جامعة المنار كلية العلوم بتونس. كذلك عنا سياحة نجمية مشاهدة أيضا عبر التلسكوبات اللي باش نشوفوا فيها ثلاثة نجوم اللي هما مثلث الكويكبات الصيفية، ثم باش نشوفوا القمر وزحل، ثم عنا عروض موسيقية وأجنحة معارض علمية باش تكون زادة في الهواء الطلق. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn. في الشأن الدولي، تصدر محكمة العدل الدولية اليوم في لاهاي رأيها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 67 و900 ألف، وهي قضية غير مسبوقة أدلت خلالها نحو 50 دولة بشهاداتها. ورغم أن قرارات محكمة العدل الدولية ليست ملزمة، لكن رأيها سيعزز الضغوط القانونية الدولية المتزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 67 و900 ألف.
وفي اليوم 87 بعد 200 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، شن الاحتلال غارات استهدفت منزلا في مخيم صيرات وسط القطاع، أسفرت عن ما لا يقل عن 12 شهيدا. كما شهدت المناطق الشرقية لمدينة دير البلح قصفا مدفعيا متقطعا بالتزامن مع إطلاق الآليات الإسرائيلية النار تجاه مناطق جنوب شرق مخيم لبريجة. في الأثناء أكدت كتائب القسامة أنها استهدفت قوات العدو المتمركزة في محور نتساريما بصواريخ رجوم موقعين أفرادها بين قتيل وجريح. وعلى الجبهة اليمنية، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع، أعلن أن سلاح الجو نفذ عملية نوعية استهدف فيها تل أبيب بمسيرة جديدة من طراز يافا قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية ولا تستطيع الرادارات اكتشافها. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهته إن طائرة مسيرة انفجرت في تل أبيب فجر اليوم وتسببت في سقوط قتيل وجرحى، وإن سلاح الجو تعرف على المسيرة وكشفها لكن لم يتم اعتراضها بسبب ما ادعى أنه خطأ بشري، مشيرا إلى فتح تحقيق في الغرض. وطالبت المعارضة الإسرائيلية برحيل حكومة نتنياهو التي اعتبرتها عاجزة على توفير الأمن للإسرائيليين، مشددة على أن الخط الأحمر لإسرائيل تم اختراقه في الشمال. الحرب في غزة كشفت المفارقة بين شعب فلسطيني متماسك يدافع عن قضيته المشروعة والعادلة، وبين كيان صهيوني دخيل ومتطرف بدليل رفض طائفة لحريديم التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مفارقة لها دلالتها تقرير ناجي بن جنات. عشرة أشهر من العدوان والتدمير والتجويع، والفلسطينيون صامدون كما كانوا دائما منذ النكبة. لا أحد منهم يساوم على المقاومة أو يرضخ أو يتنازل عن مبادئ القضية الفلسطينية رغم شدة الحرب وعمق المأساة. وبالمقابل تبدو أوضاع الكيان الصهيوني في الحضيض رغم التفوق العسكري وحجم الدعم الغربي الذي يحظى به في حرب ظالمة جائرة غير متكافئة. ومن مظاهر هذا الوهن الصهيوني رفض قادة المتدينين اليهود الحريديم التجنيد في صفوف جيش الاحتلال، وهي ظاهرة تعكس طبيعة البنية العقائدية والنفسية التي تحكم هذا الكيان المارق وتنزع عنه أوهام القوة ومزاعم التفوق التي يتخفى خلفها. الدبلوماسي الأسبق عبدالله العبيدي يوضح أبعاد هذه الظاهرة. الحريديم هذوما رجال دين متطرفين، الآن يعني مجبورة إسرائيل باش تحرك وتعبي كل القوى اللي عندها. الإنسان